فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم التفرغ لأجل رقية الناس، الرقية الشرعية، واتخاذ ذلك مهنة وعملا؟ إذا كان أنه ثقة ويحسن الرقية فله أن يتفرغ، ما في مانع، ينفع الناس ويأخذ على من أجل تفرغه تعطيله للعمل، يأخذ من الناس لا بأس، لأن هذا فيه نفع للناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.